بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم في الحبليات وبنتكلم في شعيبة الفقريات وبنكمل كلامنا برضه في الصفات العامة وبنتكلم في الجهاز رقم 5، الجهاز الجلدي انتجومنتري سيستم. اتكلمنا قلنا قبل كده أي جهاز جلدي لازم يتكون من إيه؟ من بشرة اللي هو الإبيديرمس وأدمة اللي هي الديرمس. البشره لازم تكون نسيج طلائي ومصفف اللي هو قلنا ستراتيفايد سكواموس ايبيثيليوم، وان ده جلد حقيقي زي ما قلنا قبل كده، والادم هتبقى نسيج ضام فجوي. وقد يحتوي الجلد على الغدد طبعا كما في البراميات وحرشيف في الاسماك وزواحف والريش في الطيور والشعر كما في الثدييات، وده يبقى جلد حقيقي لانه احتوى على الغدد واحتوى على كمان الصبغيات زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا بالتفصيل على الانتجومنتري سيستم. الجهاز اللي بعد كده اللي هو الجهاز اللي هو السيلوم، نتكلم عن رقم 6 اللي هو السيلوم. السيلوم هو مش جهاز، ده انظر السيلوم اللي هو الايه التجويف. ليه الفقريات تجويف؟ تجويف سيلوم، سيلوم كافيتي. يتميز هذا التجويف الى اي فراغ موجود يعني في الجسم يسموه السيلوم. التجويف السيلومي ده يتميز الى تجويف التموري، يبقى ده البريكارديال، بري يعني حول كارد القلب، بريكارديال كافيتي تجويف حول القلب او تجويف التامور ده يحب القلب. في التجويف الثاني اللي هو تجويف حول الاحشاء سموه البري يعني حول جسر الاحشاء، يبقى البري جسر الكافيتي تجويف حول الاحشاء او حول الحشو. يحتوي طبعا على الاحشاء الداخليه بداخله. وفي الثدييات يتميز التجويف الحشوي ده الى تجويف جلوري، يعني مش هيبقى كله تجويف بطنه، وفي تجويف بطنه وفي تجويف الصدر. تجويف البطن فيه الاحشاء بريتونيال كافيتي البريفيسرال، او تجويف البلوري ده بسموه بلورال كافيتي تجويف حول الايه الصدر، ده حول الرئتين يعني. وتجويف البطن اللي قلنا البريتونيال او الابدومينال كافيتي، وده يحتوي اساسا على الجهاز الهضمي، يبقى اللي فوق بيحتوي على الرئتين اللي هو الصدر والبطن فيها الجهاز الهضمي. ده بالنسبة للسيلوم الموجود. طبعا في أنواع السيلوم كاذب وفي سيلوم حقيقي، وطبعا هنا سيلوم هنا سيلوم حقيقي. الكائنات عموما إما تكون كائنات مصمتة كده من جوه زي الديدان والكلام ده، فشولة والكلام ده، مفيش فيها تجويف، يبقى ده نان سيلوميك، يبقى لا دي لا سيلومية، مفيش فيها سيلوم، مفيش فيها فراغ. أو كائنات يبقى فيها سيلوم زي مثلا إيه الإسكاريس، لكن هتيجي تبص تلاقي إيه الأحشاء موجودة كده أهو جوه الجسم وتحت الجهاز تحت الايه الجلد مباشره، يبقى ده سيلوم ايه، ده سيلوم كاذب. وساعات يبقى الدم يبقى موجود فيه، ولو كان موجود في الدم في السيلوم ده يسموه سيلوم دموي، سيلوم دموي. لكن السيلوم اللي موجود في الفقريات هنا سيلوم حقيقي. ليه؟ لان الاحشاء موجوده وهتلاقي الاحشاء محاطه بنسيج طلائي، والجلد كمان محاط بنسيج طلائي. إذا كان في هنا نسيج طلائي تحت الجلد وهنا نسيج طلائي حول الأحشاء، يبقى ده اسمه سيلوم حقيقي، يبقى ده السيلوم الإيه؟ الحقيقي، وده أنواع السيلوم. رقم 7 اللي هو الجهاز الهضمي دايجستيف سيستم، دايجيشن هضم دايجست يهضم دايجستيف سيستم جهاز الهضم. القناة الهضمية عبارة عن أنبوبة ملتفة قليلا أو كثيرا وتقع في الجهة البطنية العمود الفقري، ويتبدأ طبعا بإيه؟ أكيد فتحة الفم الماوث الذي يؤدي إلى تجويف الفمي البوكال كافيتي. وفي الفقريات الأكثر بدائية تنتهي قناة الهضم مع القناة البولية والتناسلية في غرفة مشتركة يسموها المجمع أو المزرق اللي بيسموه الإيه كلوكا، مزرق كلوكا. ويفتح طبعا فتحه اسمها الكلواكا الاوبننج، يبقى وده الذي يفتح في الخارج فتحه الايه المزرق الكلواكا الاوبننج، لكن هو في الفقرات العليا الاكثر تطورا تفتح قناه هضميه الحلق لوحدها الى الخارج بفتحه مستقله بيسموها فتحه الانس او الايه الاست. يبقى اذا كان عندي دلوقتي فتحه كده في القناه الهضميه يبقى ده على طول انس. اذا كانت عندي قناه هضميه كده بتفتح بنفس الفتحة لكن بيدخل فيها المجرى البولي ويدخل فيها المجرى التناسلي، يبقى ده أصبحت إيه؟ دي اسمها كلواكا أو المجمع، وليه الكلواكا الأوبننج اللي فتحة الإيه؟ المجمع.
يبقى ليه مجمع؟ لأنه بيجمع إيه؟ قناة الإخراجية البولية والقناة التناسلية، فأصبح مع القناة الهضمية فأصبح مجرى أو مجمع مشترك. لكن لو كانت القناة الهضمية في مجرى بولي وتناسلي لوحده أو بولي وتناسلي مشترك، بيفتح ده لوحده وده لوحده، يبقى ده نهاية الجهاز الهضمي، بيسموه الإنس، ودي الفتحة البولية التناسلية. وتوجد في الفقريات أيضا غدد إيه؟ هضمية، هي غدد الكبد والبنكرياس، وهي تنقل إفرازاتها خلال الإيه؟ قنوات خاصة إلى القناة الهضمية، ونتكلم بعد كده بالتفصيل لكل كائن من الفقريات. الجهاز اللي بعد كده جهاز التنفس الريسبيراتوري سيستم، يتم التنفس في الفقريات المائية اللي بتعيش في المية طبعا بواسطة الإيه؟ الخياشيم. إن في فتحات خياشومية تتحول تبقى خيشوم حقيقي. طيب في الكائنات تعيش على الأرض طبعا تتنفس بواسطة الرئات عشان إيه؟ تستخلص الإيه؟ الأكسجين. يبقى الفقريات المائية بالخياشيم والأرضية بالرئات، وتكون الرئات من نتوءات خارجة من القناة الهضمية في الأطوار الجنينية المبكرة، وبعد كده تنفصل وتبقى رئات. آخر جهاز اللي هو في الجهاز الدوري اللي هو circulatory system، للفقريات جهاز دوري مقفل مغلق اللي هو closed circulatory system، لأن في open circulatory system. open اللي هو إن الدم ما بيمرش في أوعية دموية مغلقة، زي الحشرات مثلا تلاقي الدم بيلامس الأعضاء، يبقى ده open circulatory system. لكن في الفقريات يبقى الجهاز هنا جهاز مغلق، يعني البلد من يطلع من الهارت للارتريز للكابيلوريز، وبعدين يروح للفينيولز للفين للهارت مره اخرى، يبقى الدم لا يلامس الانسجه ولا يحصل يبقى نزيف داخلي. يجري الدم داخل الشرايين والاورده، ويشمل هذا الجهاز على القلب اللي هو الهارت عضلي منقبض. جيد التكوين يقع في الجهه البطنيه طبعا للجزء الامامي من القناه الهضميه. يتركب القلب من حجرتين الى 5 حجرات على حسب ايه الكائن. يحتوي على بلازما الدم، وفيها كرات دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح ايه دمويه. يوجد في كرات الدم الحمراء هيموجلوبين، عشان كده لونه احمر. لكن مثلا في الحشرات بدل الهيموجلوبين كان فيه هيموسيانين اللي فيه نحاس، بدل ما يبقى فيه الايه الحديد يعني اللون او لونه شفاف اصفر. وده طبعا صبغه تنفسي اللي هو ريسبيريتور بيجمنت، اللي بينقل الايه الاكسجين وجزء من ثاني اكسيد الكربون. تحتوي على دوره دمويه بيبيه، ايوه دوره دمويه بيبيه، وهتبقى فيه الكبديه والكلويه، لان ايه بدا يحصل تطور الكائن. وفي جهاز طبعا ايه الليمفاوي والغدد الليمفاويه الاوعيه الليمفاويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.